مريت ب ب بمرحله في حياتي قمت اتسال عن كل شيء حرفيا كل حاجه، عاداتنا تقاليدنا معتقداتنا الدين كل شيء تسال. معظم الناس يشتغل طول حياته سواء كان يحب هذا الشيء ولا ما يحبه، ودائما يقول بتقاعد وارتاح، لين يوصل للتقاعد خلاص ما باقي شيء في العمر. لان شوف احنا سواء كان تربيتنا في البيت او النظام السيستم اللي ماشيين عليه السيستم الدراسي يربيك على اساس انك تكون موظف، ترى احنا وصلنا للنقطه انه اوكي احنا جالسين نتكلم وننشر وكل حاجه، لكن لما اجي اريد اطبق ما يصير. فتهتز الثقه وتبدا تنزل الثقه بنفسك، تبدا تنزل الثقه في نفسك وتبدا تشكك كل شيء، تبدا حرفيا تشكك في كل شيء. هنا في هذه الفتره معظم الناس يوقف، معظم الناس الزوجة بالنسبة لهم شيء عيب حقيقي، يعني حرفيا عشان نكون واضحين شيء عيب. أقرب مثال هو يسميها البيت، البيت الأولاد، الأولاد عزيز. جلسة كرك حوار مشترك بين الشبل والهناء، ركز معنا واستفيد الحبيب، تابع معنا كل جديد بودكاست بدون تصنع وتقليد. بودكاست 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 لا 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 بودكاست بودكاست لا 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 لا. السلام عليكم، حلقة جديدة من بودكاست جلسة كرك. ودائما في كل حلقة الضيف لازم يكون فيه شيء مميز، وهذا بالنسبة لنا أول حلقة نستضيف معنا شخص متقاعد. إنزين، فحمد العمري يا أهلا فيك. أهلا وسهلا، يا مرحبا فيك، كبرتني انت، حسسني إني شايب. فالفكرة ما بين أنه متقاعد وبلازال شباب، فهذه من الأشياء اللي أنا شدتني بشكل كبير. لكن حمد ما شاء الله عنده تجارب يعني عديدة 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 في مختلف المجالات، بس بنحاول نركز على كم محور. أولها اللي هو إن فكرة التقاعد، مو حمد كيف اجتمعوا مع بعض؟ والله من وين أبدي ما أدري. في البداية أنا توظفت في أكثر من وظيفة، تخرجت مهندس، توظفت في اشتغلت في السعودية 5 سنوات، الكويت، البحرين، بعدها انتقلت عمان، اشتغلت في مجال النفط والغاز بشكل خاص يعني. وبعدها في مراحل مريت فيها في حياتي، من قناعات، من إيش أريد أسوي في الحياة، كل هذه الأشياء أتوقع معظمنا يمر بهذه التساؤلات. لكن بالنسبة لي أنا قررت أني أتخذ قرار أكثر من ما أني أتدمر إذا الشيء ما عجبني، فقررت أني أستقيل وأجرب أشياء جديدة. وكان بالنسبة لي دائما تستهويني فكرة أنه أنشئ شركة بفكر خاص، بفكر فيني، شركة لها هدف أعمق من الفلوس وبس. أغير في المجتمع، أريد أطور مجال معين في المجتمع. فاستقلت من وظيفتي وبديت هذا الشيء وسميت نفسي متقاعد. قبل أن ندخل على بعمق في موضوع اللي هو المتقاعد، أحس أن في مواقف تجي للإنسان أو كذا، هذاك السؤال الوجودي اللي يجي، أنا وش أسوي في الحياة؟ فكيف كانت هذه اللحظة؟ هذه اللحظة في حياتي مريت فيها لما كنت في السعودية. كنت أشتغل في السعودية، ومعظم وقتي كان في الصحراء، أنا والفريق الصغير اللي معي، وأشتغل يعني بالأيام، حرفيا بالأيام يعني. شغلي من 3 إلى 5 أيام، نوم فيها قليل، فكنت دائما أجلس مع نفسي. معظم هذا الوقت أكون جالس مع نفسي لأنه أنا المسؤول عن الجوب، والناس تروح تنام وأنا أكمل شغلي. فمريت ب ب بمرحلة في حياتي قمت أتسأل عن كل شيء، حرفيا كل حاجة، عاداتنا، تقاليدنا، معتقداتنا، الدين، كل شيء تسألت فيه بيني وبين نفسي. عشان الهدف من هذا التساؤل إنه أرجع حقيقي، أرسخ المبادئ اللي كانت معي. أوكي، ممكن أنا تربيت على أشياء ما واثق فيها، زين، ما لأنه خطأ ولا لا، بس أنا بغى أتأكد، فاهم؟ إذا نبي الله موسى كان يسأل الله إني أريد أشوفك وهو نبي، جست ليطمئن قلبي، قال فقط ليطمئن قلبي، فاهم؟ فالواحد أنا بالنسبة لمرحلة التساؤل توصلك لمرحلة من القناعة التامة، وهذا اللي صار لي الحمد لله. فاقتنعت بأشياء واجد في حياتي، وبعدها هذا الشيء أثر في شخصيتي وأثر في قراراتي، ومنها هذا القرار يعني. أوكي، لكن
اتوقع ان هذا الشيء بيلعب دور في انه ما فقط حمد كفكر كشخصيه، ممكن حتى كاسلوب حياه بالضبط الناس اللي عايشين معه. بالضبط، هو التقاعد ما بس لقب بالنسبه لي، جاء من في ناس تنظر له الى انه كذا بس لقب وماشي عليه، لا هو شيء اعمق من اللقب. بس معظم الناس يشتغل طول حياته سواء كان يحب هذا الشيء ولا ما يحبه، ودائما يقول بتقاعد وارتاح، فاهم؟ لين يوصل للتقاعد خلاص ما بقى شيء في العمر. فبالنسبه لي انا التقاعد بدايه وليس نهايه، تقاعد اسلوب حياه وليس غايه اوصلها، فاهم؟ فمن مميزات التقاعد وليش الناس تبي تكمل سنوات العمل عشان تتقاعد، لانه يكون خلاص يملك كل وقته، هو المتحكم الاساسي في كل شيء حوله، زين. لكن انا بالنسبه لي اريد اعيش هذه الحريه التحكم في الوقت والقرارات من الحين، فعشان كذا سميتها تقاعد، بس تقاعد باختياري من كل جوانبه، فاهم؟ انا اختار ايش اسوي كل يوم، اختار متى اقوم، وين اشتغل، وين اروح، قناعاتي، كيف اجيب فلوس، كيف اعيش، من اصادق، من اتعرف، كل هذه الاشياء، فاهم؟ فعشان كذا سميت نفسي المتقاعد. بس الهدف منها هو انه هو بس اني اقلب مفهوم التقاعد الى البدايه وليس النهايه. جميل 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 جدا. تعرف انا بحثت عن مفهوم التقاعد الشائع لو اللي تقدر تكون موجود في القاموس. ايوه تقاعد شياب. ايوه هو تقاعد شياب اللي هو انك تشتغل لين عمر 67 شيء كذا، من ثم خلاص تتفرغ لنفسك، تعيش حياتك. أيوة. كل هذه المصطلحات، اسافر، ارتاح، اسوي مزرعه، كل هذه الامور، اسوي بزنس، كل المتقاعدين يقول لك كذا. أوكي. اني بشتغل بعدين بسهل اشياء. لكن تعرف الرابط بين المفهوم اللي انت تو جالس تعيشه والمفهوم اللي موجود او المفهوم التقليدي، هو ان المفهوم التقليدي انه هو خلاص هذاك يكون فاضي، يوصل لراتب، اولادي كبروا، انا اكون مرتاح. المفهوم اللي انت تعيشه لا، متقاعد لكن مشغول طول الوقت. طول الوقت. زين. حتى اذكر في فيديو حطيته كنت تتكلم عن ملخص اول اسبوع تقاعد. زين. من ضمن النقاط اللي حاطنها ان اذا تريد تلتقي فيني خبرني قبل بشهر. يعني كنت واجد اتحمس اول اسبوع، بس كان حقيقي كذا، كان حقيقي كذا. شوف انا انسان احب انام، كل حد يعرفني يعرف اني انام. واجد انام. اوكي. يعني واحده من هواياتي اني انام في الاشياء في الاشياء اللي تتحرك، يعني سيارة اوف لعبتي انام في السيارة. زين. طائرة انام عادي، يعني انام مثلا من قطر لامريكا 14 ساعة وان شوت، فانا احب انام. زين. لما قررت انه اتقاعد او ابدي هذا الطريقة وهذا الاسلوب من الحياة، لا خلاص وقتك هو كل شيء تملكه. باليوم اللي بعده مباشرة انا اقوم الساعة 5، ما انام الظهر، مع اني طول حياتي انام الظهر، أقوم الساعة 7، لا أنا الساعة أقوم الساعة 5 وما نام الظهر، كل وقتي. إذا 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 بس جلست حسيت إنه ما سويت فيه شيء، أعتبر هذا الوقت خلاص راح عني، فهم؟ فهذا التغير الكبير جدا اللي صار، إنه قمت أقدر وقتي بشكل كبير جدا، لأنه هذا كله أملكه. يعني الشركة لما تداوم 8 ساعات وتعطيك هذا الراتب، ترى عشان تشتري وقتك، تشتري وقتك، فاهم؟ فإذا أنت ما قدرت وقتك هنا ما راح تبي شيء. فالتقاعد مثل ما أنت قلت، يعني يومي بطوله مزحوم، ما في شيء اسمه ويكند، شيء إجازة، شيء أو برتاح بسافر، ما في. خلاص أنت تقدر، طبعا تقدر تخطط على راحتك، لكن خلاص لأنك تحس بمسؤولية الوقت أكثر من لما تكون في وظيفتك. لو مثلا واحد غير حمد حس نفسه أنه خلاص ما يناسب هذا الاسلوب من الحياه، هل ممكن في خط رجعه؟ ايوه طبعا طبعا. هو شوف التقاعد ما بشرط انه اكون بزنس، لا، التقاعد بمفهومه اللي انا حقيقي اريد اعيشه، انك تعيش حياه مقتنع فيها. يمكن تكون الوظيفه قناعه، ممكن انا احب هذه الوظيفه وانجز فيها وقاعد اغير في المجتمع من خلال وظيفتي، كمل. انا ما اقول لك استقيل، بالعكس انا ابدا ما اقول لحد استقيل، بس لا تسوي شيء ما مقتنع فيه، أنا هذا كلامي فقط. إذا كانت وظيفتك مقنعة لك كمل يعني وبدع فيها، لأنه في ناس حقيقي يبدعوا في وظائفهم، فاهم؟ إذا بغيت تجرب فما يمنع، يعني وش أقصى شيء ممكن يصير؟ إنه المشروع اللي بديته ولا البزنس اللي بديته ولا المحاولة اللي بديته
فشلت بترجع بتتوظف فاهم؟ ما انها الناس تضخمها لكنها ما انها واجد ترى سالفه تضخمها لانها فكره جديده لانها فكره جديده لانها فكر لانه شوف احنا سواء كان تربيتنا في البيت او النظام السيستم اللي ماشيين عليه السيستم الدراسي يربيك على اساس انك تكون موظف ترى فاهم؟ كل تربيه ادرس اطلع الاول عشان تدرس في الجامعه عشان قالب مجتمعي بالضبط 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 عشان تتوظف عشان بعدين تتزوج بعدين تشتري سياره تبني بيت طابقين وتموت تبي كالاوماني جاي بالضبط بالضبط فهو اصلا اهلنا خلاص هم راسمين في بالهم انه هذا النجاح هذا شكل النجاح فخلاص ربع عيالهم على كذا والكل ربع عياله على كذا فاهم بس لو جيت تفكر فيها ترى زمان ما كان في وظائف كان الواحد يسوي الشيء اللي يحبه المزارع يزرع يعني الحدادي وكل واحد والتاجر يتاجر عايشين فاهم الوظائف صارت قريب يعني لو 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 بتنظر للتاريخ لكن احنا الحين قاعدين نشوف انه الوظيفه حياه اذا ما في وظيفه ما في حياه وهذا المفهوم خاطئ جدا فاهم ممكن ان الواحد يجرب يطلع يشوف في النهايه ما بتعرف الا اذا جربت حلو ما بتعرف ليه اذا جربت وانا بالنسبه لي التجربه خير برهان انا ما اتبع اي شخص حتى لو كان يعني اي شخص جاي ينصحني اذا ما هو مجرب انا ما اسمع كلامه حتى لو كان وايد عزيز علي يعني مثلا اول ما بديت بزنس في ناس قالوا لا ما ادري ايش وضع البلد ووضع السوق ووضع هذا في بالي وانت تكلمني انا اسال نفسي سؤال واحد هل هذا الشخص سوى بزنس ولا لا ما سوى بزنس انا ما اسمعك مع احترامي لك زين بتجي تكلمني عن الرياضه وانت ما تعرف شيء في الرياضه سوري كلمني عن شيء انت تعرف فيه او جربته فاهم فانا هذا المبدا بالنسبه لي جوناس لما كنت طالع رحله صلاة كلموني انه ليش وخطر وما ادري ايش وكذا انا في بالي اي حد يكلمني مباشره هذا الشيء يصير اوتوماتيكلي هل هذا الانسان جرب شيء كذا ما جرب اذا ما تسمع منه انتهى الموضوع ممتاز في حين لما بغيت ابدي بزنس كلمت ناس بدوا بزنس وقالوا لي الوضع كذا الامور كذا هذا اللي صاير فهم هنا اسمع له فهم ما كل شخص تقدر تسمع منه كل شيء الحين انت ما تقدر تسمع مني كل شيء خذ مني الاشياء اللي انا جربتها ما بقدر اجيك اكلمك في الطبخ مع انه اوكي يمكن من هواياتي ممكن هذا لكن انا ما عندي خبره فيه فهم فهي هذه الفلسفه انه كل الناس حرصا عليك وحبا فيك يبي ينصحوك يبي يقول لك لا ممكن هذا شيء خطير ممكن مدري ايش ممكن يفشل المشروع هو بس حبا فيك مع انه هو ما يعرف ولا شيء في الاقتصاد ولا شيء في البزنس طول حياته موظف لكن بس حبا فيك وهذا الشيء انا ادركه تماما يعني صحيح زي هذا تعرف بجاس يودينا اللي هو محور ممكن دخلنا بطريقه غير مباشره اللي هو نظره المجتمع او ما بنقول نظره المجتمع لان الاشياء اللي تسويها ما مسوي اعتبار نظره المجتمع اوكي سوات انا عندي قناعاتي عندي الافكار اللي مع احترامي للمجتمع طبعا 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 يعني مجتمع من نحن منه فيه أكيد. بس يبقى انه القالب هذا اللي لازم كل حد يكون فيه انت نوعا ما صنعت قالبك الخاص نوعا ما ايوه فهل كانت في نقدر نقول انها ما اريد اقول صعوبات كثر ما انها هي مطبات نوعا ما انك انت جالس وتعيش اللي هو متقاعد وادرت الامن الوظيفي اوكي كيف بتستقر كيف بتصرف على عائلتك شوف طبعا شوف معظم خاصه الناس القريبين منك يخافوا عليك يعني من الناس اللي واجد قريبين منك يخافوا انه لا ممكن يكون هذا الشخص ممكن يكون هذا الشيء غلط بس انت حقيقي حرفيا انت محتاج ناس بس يعني نعدوا بالاصابع في الحياه اللي تحتاج سبورت معنا واذا حصلت هذا السبورت انت ما محتاج شيء حقيقي اذا كنت متزوج زوجتك او الزوج يعني الشريك في الحياه لازم يكون هذا قرار نفس كذا لانه بياثر وايد على الحياه فاهم فما يصير تتخذل حالك لانه في ناس بتتاثر من قرارك طبعا 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 فالناس اللي بيتاثروا من قرارك لازم يكونوا معك ولازم يكونوا مدركين لهذا الشيء فانا اول شيء سويته كلمت امي انه انا بستقل من وظيفتي لاني بدي اسوي شيء الفلاني قالت لي امي اوكي هذه يعني هذه ثقه بنيناها من سنوات يعني ايوه ثقه بنيناها من سنوات فخلاص هي واثقه تماما انه انت عارف ايش قاعد تسوي والله يوفقك فقط يعني فبغيت ابين لها نوعا ما ان هالموضوع
كبير ترى، ما بدلت وظيفة لا لا. توقعت ردة فعل مختلفة نوعا ما نوعا ما. فقلت لها قلت لها بس ممكن هذا الشيء يأثر علينا ماديا، يعني ممكن لأنه ما بيصير عندي راتب، ما في دخل، لأن أنا وأخوي نتشارك في الاهتمام بالعائلة، أبونا توفي الله يرحمه. الله يرحمه. فقالت لي أمي في عادي، قالت لي عادي في عندنا تمر وماي نقدر نعيش، فهموا البيت مالنا وخلاص، يعني إحنا عايشين ما وايد نبي أشياء في الحياة، خلاص البيسكس موجودة يعني. زين سألت زوجتي نفس السؤال بنفس الطريقة بنفس ال إيش ممكن يصير، قالت لي عندنا خيمة ونقدر نعيش، فخلاص أنا الحين حرفيا أنا ما خايف من شيء، لأنه الناس اللي بيتأثروا بقراري مباشرة هم مقتنعين بهذا الشيء، بالعكس هم معي في كل حاجة، يعني زوجتي معي في الشركة فهم معي في الشغل هذا، أمي دائما تسألني هالموضوع، ف نوعا ما 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 واجد خايف، حتى لو الناس تتكلم هذا خلاص عاد تعرف لما الناس اللي جنبك معك ما تحتاج الباقي. صحيح غالبا ما تحتاج الباقي. في كان شخص نفس تقريبا جالس يحكي لنا فكرة المجتمع، من هو المجتمع؟ في اشخاص اللي دخلوا المجتمع ما في دائرة الاهتمام، في دائرة التأثير دخلوا اللي هم كل الناس مجتمعي، اوكي هذا المجتمع تحترمه تعايش معه بكل احترام بكل سلام، لكن مجتمعك الشخصي اللي هم الاشخاص اللي ممكن قراراتهم وقرارك انت ياثر عليهم بالضبط، فهذا احس الفكره وايد غايبه عن الاشخاص، ولازم تعرفهم لازم تحددهم، يعني لازم تحددهم، لازم تقول انا الناس المهمين في حياتي هم فلان وفلان 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 فقط، وهذيل اللي هم الاولويه اللي تهتم فيهم اللي تكلمهم اللي تاخذ ارائهم اللي حتى لو ما عندهم خبره في الموضوع على الاقل من باب انه انا قاعد اشاورك انا قاعد افتح لك الموضوع فقط، بس تحديد المجتمع انت تحدده، من هو المجتمع بالنسبه لك مثل ما قلت انت تحدده، والباقين يعني كيف الحال كيف الامور بس خلاص انا بخير انا اوكي بس. جميل 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 جدا. بنروح لموضوع ثاني وفكره شدتني بشكل كبير اللي هو سميت بيتك اللي هو حاضن الارواح. انزين وش الفكرة؟ وش الفكرة؟ حاضن الأرواح هذا بيت العائلة اللي في شناص. بيت أهلي يعني. والسبب إنه إحنا قبل 8 سنوات لما كنت أشتغل في السعودية كانوا أصحابي الأجانب يجوا معي، زين يجوا معي البيت. فأنا لأني سافرت كثير أغير هذا في شخصيتي بشكل كبير، فتح مداركي توسع فكري. فحبيت انه اهلي كلهم يخوضوا نفس هذه التجربه، ولان احنا 10 اشخاص بيت كبير صعب انكم تسافروا كلكم، لكن نقدر نفتح بيتنا لكل الناس، فهم تقدر تجيب العالم لبيتك. وهذا من مبادئ اللي خلاص ما في اعذار في الحياه، ما نقدر نسافر اوكي ايش نقدر نسوي، خلاص ما في اعذار، بس في حل. فبالنسبه لي كان نفتح بيتنا هو هذا الحل، كانه حرفيا كانه نسافر بس من البيت، فاهم؟ السفر هو انك تحتك بتجارب مختلفة بثقافات مختلفة، صح؟ هذا اللي قاعدين نسوي. فسجلنا بيتنا في اكثر من موقع لاستضافة ناس، في عندنا ملحق في البيت لاستضافة الناس، فصاروا الناس يجون من كل مكان، يجي بات يوم يومين تغدى معنا، يعني نطبخ لهم يطبخوا لنا، نتكلم عن ثقافتهم نتكلم عن ثقافتنا، نفس هذه الامور. العائلة كلها مرحبة بالفكرة جدا 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 جدا. فبعدها من كثر ما طبعا امي ما تتكلم انجليزي لكنها فهم خلاص حاسب الجو وحاسب بالناس هذول، فطلبت مني ان نرسم خريطه على واحد من اكبر جدران البيت كذا 4 امتار، خريطه العالم كبيره. زين وكل زائر لما يجي لازم يبين ان انا من هذا المنطقه، كنا نجمع الخريطه انا من هذا المنطقه من هذا البلد احنا مشوارين بكذا، فهم؟ فهذا الشيء فتح مدارك حتى الصغار انه العالم كبير ترى، في ناس مختلفين بثقافات مختلفه بأشكال مختلفه بلغات مختلفه، العالم ما بس بيتنا ما قريتنا ما بس يعني عمان، لا العالم كبير. فهذا الشيء بدا ياثر على عائلتنا بشكل كبير، يعني ما ايجابي طبعا بشكل ايجابي، انه خلاص صاروا يدركوا الاختلاف يتقبلوا الاختلاف، حتى لو جاء واحد احنا وياه نختلف في كل حاجه
لكن بعدي اوكي عايشين مع بعض في البيت حتى يعني من ديانات مختلفه. أيوة طبعا من ديانات مختلفه بلغه مختلفه بكل حاجه. فبعد هجت تسميه بيتنا انه اوكي بيتنا الحين لانه يجمع كل هذول الناس سمينا حاضن الارواح. اوكي ليش الارواح ليش ما مثلا الاشخاص الثقافات؟ لانه الروح هي اعمق شيء فينا. احنا نؤمن انه الارواح هي اللي تميزنا احنا عن باقي المخلوقات. الروح هذاك الكونكشن الغير محسوس فاهم. فالحقيقي اللي يصير ان ارواحنا اللي تجتمع فاهم اكثر من بس مكان كذا فيزيكال يجمعنا. جميل 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 جدا. هذه نقطة انا كنت كاتبينها اصلا نذكرها بداية الحلقة بس ما ممكن نتجاهلها لان حطت عليها نجمة تتكلم. فمبروك اول سنة تقاعد. الله يبارك فيك. تقريبا تو سنة وشهر صارت. سنة وشوية ايوه. يعني شوف مرت بسرعة. مرت بسرعة. توقعت انك بتعدي السنة نفس ما متوقع يعني انت اكيد كانت عندك نظره هل هي نفس ما متوقع او كانت بشكل افضل او صراحه انا كنت حاط يعني سيناريوين. سيناريو المره ممتاز اوكي انا بسوي كذا 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 زين وسيناريو الورست كيس سيناريو اللي كل شيء بيفشل كل شيء اسويه حرفيا يفشل. فنوعا ما انا الشيء في النص. لا هذاك الواو ولا شو اسمه لا شيء في النص. في اشياء ما كنت مدرك لها بس كنت مستعد لاشياء كذا غير مخطط لها. وفي واجد اشياء صارت غير مخطط لها. في واجد اشياء تعلمتها اشياء عن نفسي عن اللي قاعد اسويه عن البزنس عن الناس اللي اشتغل معهم عن الطريقه الصح والطريقه الخطا عن حتى قناعاتي بنفسي. يعني في البدايه اول ما بديت هذا المشوار تعلمت كذا كم هائل من المعلومات في فترة زمنية قصيرة وهذا الشيء يعطيك كذا ثقة بنفسك بشكل كبير جدا. فكنت كل حد أكلمه عن ريادة الأعمال وكل هذه الأشياء والبزنسز وما أدري إيش لدرجة إنه يعني اللي أكلمه شوي ويستقيل. كنت يعني مرة متحمس. فبعد فترة الحماس والثقة انبنت بشكل تصاعدي مره 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 يعني كبير جدا. وهذا الشيء سببه هو الكم الهائل من المعرفه في فتره زمنيه قصيره زين. وقاعد تثق انت لاني ما كنت اعرف ولا شيء عن هالموضوع. واول ما عرفت وانا اصلا داخل بمبدا انه انا اريد انشر اي شيء اتعلمه فكنت اتكلم عن كل شيء اقابل كل احد لحين ما وصلنا للنقطه انه اوكي احنا جالسين نتكلم وننشر وكل حاجه لكن لما اجي اريد اطبق ما يصير فهم؟ يعني كل حاجة ما راضي تمشي فهم. هنا تحس إنه لحظة توح الحقيقي أنا أعرف هذا الشيء ولا فهم. فتبدأ تدرك توصل لمرحلة تبدأ تدرك حجم الأشياء اللي ما تعرفها أكثر من الأشياء اللي تعرفها. فهنا تبدأ تسكت هنا تبدأ الثقة شوية تهتز. يعني على أساس إن نوضح الصورة إنه المعرفة فوق الثقة ارتفعت معها. شوف المعرفة بدت ترتفع الثقة ارتفعت أضعاف وأضعاف. تحس نفسك أنت تحس نفسك خلاص أنت أنا الحين أي شركة أي مشروع أي فكرة أحولها إلى بزنس ناجح خلاص تلقائيا يجيك كذا. زين لحد ما لما تبدأ وتشوف السوق ما السوق الحياة ما مثل اللي تقرأ ترى. زين بعدها تدرك إنه لا أنا في أشياء وايد ما أعرفها. لما تجرب حاجة وما ما تمشي مثل ما أنت كنت تتوقع هنا يعني تهتز الثقة. أيوة. فتهتز الثقة وتبدأ تنزل الثقة بنفسك. تبدأ تنزل الثقة في نفسك وتبدأ تشكك في كل شيء. زين تبدأ حرفيا تشكك في كل شيء. هنا في هذه الفترة معظم الناس يوقفوا. أنا ويش سويت معظم الناس يوقف إنه أنا كنت أتوقع حاجة الحين ما في شيء قاعد يمشي. معظم الناس هنا يوقفوا خاصة إذا كان الواحد بادي بمؤثر خارجي انه انا الحين اجيب ولازم تفتح بزنس وفي فرص وفي مدري ايش وكذا. وانت تحمست استقلت من وظيفتك فتحت بزنس مؤثر خارجي راح المؤثر الخارجي الامور ما قاعده تمشي يكون خلاص استوب. لكن مؤثر داخلي يخليك حتى لو الامور ما مشت تبدا داخلك تقول اوكي بس انا هذاك السبب اللي انا اصلا بادي عشانه موجود السبب. اذا كنت بادي عشان فلوس
اذا ما جات الفلوس بتوقف فاهم، واذا جات الفلوس بعد بتوقف لان خلاص الهدف وصل. لكن اذا كان الهدف داخلي وهدف لونج تيرم بيظل معك. فبعدها بعد هذه السايكل زين بعدها توصل لي خلاص قاع الياس زين بعدها الثقه تبدا ترتفع شوي شوي وبس بشكل مدروس فاهم خلاص اوكي تدريجي بشكل صحي يعني لحد ما توصل الى مستوى الاكسبرت اللي عارف ايش قاعد تسوي بس بعدك ما توصل مرحلتك هذيك الاولى زين. وهذا الشيء كان غريب جدا بالنسبه لي لكن بعد ما بحثت عنه لقيت انه معظم الناس يمروا بهذا الشيء. هذا شيء هذا الجراف اصلا يمر عليه كل الناس يمر عليه معظم الشركات. فاول ما شفته جاتني كذا ضحكه انه هذا اللي قاعد تمنيت انك عرفته قبل بالضبط تمنيت اني عرفته قبل تمنيت اني عرفته قبل بتحلل الشيء اللي قاعد ايوه ايوه يعني خلاص بهدئ من هذاك الحماس فاهم. لكن اني عشته حقيقي ادركت حتى الفلسفة اللي يمر فيها الإنسان أصلاً. جميل 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 جدا. برغم أننا احنا بدينا من فكرة حاضن الأرواح شوف فين رحنا إلى إنزين يمكن حتى أنا خبرتك بنتقل المحور فأنا خبرتك حتى قبل التصوير إنه هذا الشخص يعني حمد عارفه مألوف بس وين شافنا ما كنت اتذكر بعدين ذكرتنا شافنا في رحلة صلالة أوكي. اللي هي انه اوه الرجل هو زوجته وبسياكل من مسقط لصلالة وخيم او يعني شيء خصوصا هنا في عمان يعني هذا شيء جديد. فاذكر حتى يعني ما ان مر علي فيديو صورة كذا صاحبي جاء خبرني قال لي في شخص كذا رهيب كذا يسوي هذا هذا هو حلو بعدين براوين بعدين وهذا الكلام كان تقريبا 2017 يعني من سنتين كيف كيف الدنيا تدور تمام فكيف قصة الرحلة وكيف جذر القرار و... الرحلة هذه سلمك الله بعد ما تزوجنا أنا وزوجتي ويام بعد ما تزوجنا ثلاثة شهور قررنا إنه نطلع هذه الرحلة زين لعدة أسباب طبعا. واحد منها انه نتعرف على بعض اكثر زين تنزوجين بنتعرف على بعض اكثر بطريقه خاصه زين. اثنين الرحله كانت في السوشيال ميديا وكل حد عرفها لسبب لانه كان في منها مسج او رساله انه بنوصلها للمجتمع انه الواحد ممكن انه يسوي اشياء فن في حياته مع زوجته. ترى معظم الناس الزوجه بالنسبه لهم شيء عيب حقيقي يعني حرفيا عشان نكون واضحين شيء عيب. اقرب مثال هو يسميها البيت الاولاد عزيزي عادي ترى عادي ليش يعني. فانا مدرك انا جاي متربي في ناس ترى انا عارف هذا الشيء انا متربي طول حياتي على هذا الشيء بس فتره تساؤلي سالت نفسي هذا السؤال هل احنا نستحي من امهاتنا ولا اختي ولا استحي اقول هذه اختي ولا هذه امي ولا هذه زوجتي هل استحي منها؟ وإذا كنت حقيقي ما أستحي فوش السبب فاهم؟ ما كنت شيء ما منطقي ما شيء ما منطقي شيء ما منطقي بالنسبة لي وبالعكس أنا أفتخر في أمي وفي أختي في زوجتي في كل أحد. فكانت هذه الرحلة هي هذا المسج إنه أنت وزوجتك تقدروا تسوي أشياء رهيبة أشياء رهيبة في الحياة إذا كنتوا تحبوا هذا الشيء بغض النظر ما إنه ما لازم تسوي شيء كذا. احنا نحب هذا الشيء يمكن انت ما تحب هذا الشيء كل واحد طريقته ايوه كل واحد طريقته بالضبط كل واحد طريقته هي ما مساله انه بس واحد وزوجته يبوا ينشهروا باي طريقه لا هذا التفكير السطحي مره جدا هذا التفكير السطحي مره. لكن في وايد ناس قد ما في ناس قاعدوا يتدمروا عن هذا الموضوع في وايد ناس تاثروا من هذا الموضوع وعرفهم لحد الحين. في ناس تقابلنا فيهم بعد تغيرت حياتهم من هذا الرحله يعني. في ناس حقيقي يمكن كان هذا الفكر في بال بس بمجرد ما شافك انت ترسخ هذا الشيء. وانا بالنسبه لي قناعه عايش عليها انه اذا في تغيير اريد اشوفه في المجتمع انا ببدي ايوه انا ببدي حتى لو المجتمع حاربني عليه انا ببدي لاني اريد اشوفه بس فهم؟ فهذا واحد من الاشياء اللي حقيقي كنت اريد اشوفها. اريد عادي انه الواحد يفتخر في زوجته يفتخر في امه يفتخر في ما لازم تطلع في السوشيال ميديا. انا ما قاعد اقول تطلع في ابدا 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 انا من الناس اللي احب جانب كذا الشخصيه والبرايفت في الحياه فاهم. مع اني
موجود في السوشيال ميديا، فاهم دائما مظهره من زوجتي في السوشيال ميديا لهذه الاهداف، لكن في جانب من حياتي لا، هذا برايفت، هذا لي انا، وقد احترم تماما هذا الشيء. فما قاعد اقول انه او لازم تسوي اشياء كذا وتطلع، لا لا، اهم شيء بس عيش حياتك، فاهم؟ هذه انه الرحله لي انا وربعي ونستانس، والبيت للبيت شوية صعبة لا. فبس هذه هدف الرحلة. وليش ليش كانت كذا؟ ليش 20 يوم؟ ليش في خيام؟ لأنها نوعا ما تعطيك كذا إدراك إنه أو ما رحلة يوم يومين، تعيشك حقيقي هذا الشيء. ليش على سيكل؟ لأنه سيكل يشيل عنك هذاك هذاك الإطار مال السيارة اللي الناس تحكم عليه، راكب سيارة كبيرة إذا أنت إنسان تس ما راكب سيارة فلانية. لأن السيكل إنسان بسيط جدا، انسان بسيط وما حد يعرفه، مغبر، فاهم؟ حقيقه حتى باكستانيه هنود عادي يسولف وياك، تمسخر عليك لو كنت بسياره ما يكلموك طبعا، فاهم؟ لا لما على سيكل كل حد يبي يوقفك، كل حد يبي يكلمك. احنا نبي هذا الشيء، احنا نبي الناس ما تعرفنا، ما يحكموا على اي اساس زين، لكن بعدهم يريدوا يسولفوا معنا، يريدوا يعرفوا قصتنا، يريدوا. فهذه الرحلة مع أني سافرت أماكن وايد في حياتي، جربت تجارب وايد في حياتي، هذه الرحلة هي أروع تجربة سويتها، مع أنها في عمان ما كلفتني ولا شيء على سيكل. كان التحدي والتفاصيل اللي فيها كانت تحدي بدني، ذهني، عاطفي، مجتمعي، نفسي. حتى مع يعني أنا طول حياتي أو حتى زوجتي نفس الحاجة، إحنا هذاك المثالي، فاهم؟ الولد المثالي اللي الجيران يقولوا لعيالهم أباك تكون نفس حمد، النموذجي هذا، نموذجي هذا اللي كان ممتاز في المدرسة بعدين الدراسة، ليش ما تصير نفس حمد؟ أيوة. فأنا أريد بهذه الحركة أريد أشوف الحين أوكي الناس هذه اللي أنا طول حياتي كنت المثالي عندهم، الحين إيش بيسووا؟ إيش بيقولوا؟ وبالفعل في واجد ردات فعل ما كنت حاطنها في بالي. في وايد ناس صاروا أقرب لي، حقيقيين صاروا، يعني في ناس خلاص تبين بالنسبة لي إنه خلاص الحين حتى فاهم لا. فكانت تغيير حياة حقيقي، هذه الرحلة كانت تغيير. جميل جميل جدا. الحلو في نفس هذه التجارب ممكن إن في أشخاص أو في أزواج أو اللي يكون ربع اللي يكون عندهم يمكن نفس الفكرة، بس لازم حد يبدأ بعدين هم ممكن إنه أيوة. فهي قلت لك هي كذا لازم حد يبدأ. فلأني أنا أريد أشوف هذا الشيء، أوكي ببدأ خلاص. حلو. أنا لأني أنا نوعا ما عندي الإمكانية إني أتقبل كل هذا ردات الفعل، عندي مرة عندي مناعة تامة لدرجة إنه كان بيمكن في ذيك الفترة نزلت بوست بعدها أو قلت أي واحد يتعارض معي أنا مستعد إني أجلس وأتناقش وياه مرة تماماً، زين؟ وكل واحد من أهلي لما رجعت شناص كل واحد كان ما عجبنه، ما اللي أنا تجاهلت، لا 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 أنا أتصل فيه، سلام عليكم فلان أنا أريد أجلس وياك، سمعت إني ما عجبنك بس، فهم؟ ما يتفاجئوا يعني. ممكن يتفاجئوا، ممكن ما نوصل لي، ممكن ما نوصل لاتفاق، لكن على الأقل تناقشنا، على الأقل سمعني، على الأقل سمعته، فهم؟ على الأقل بينت له الوجهة النظر اللي بوصلها. فبس هذا كان الهدف يعني. نرجع بعد فاصل قصير والحلقة يعني الجو العفوي هذا أنا بالنسبة لي هو من يعطيك انطباع أن الحلقة تراها رايحة في الطريق السليم. إنزين في موضوع اللي هو موضوع للشباب الله يرحمهم عمان وأحمد ومحمد، يعني كلنا تقريبا تفاعلنا وتعاطفنا معه، كان صدمة للجميع. نعم. بس حسيت انك كنت متأثر بدرجة كبيرة. لي لأكثر من سبب صراحة. السبب الأول الأساسي إنهم كانوا معنا طالعين عشان كانوا يغطوا رحلتنا. أنا ما كنت أعرفهم واجد من قبل، كنت أعرف محمد بشكل سطحي جدا.
لكن في الأيام الأولى من الرحلة جدا كذا دخلنا مع بعض، صرنا حقيقي فريق واحد. كنت خايف من إنه يكون فريق معنا، لأنه تعرف غالبا لما يكون في تصوير الناس يبغوا يسووا حاجة معينة بطريقة معينة عشان يطلع بصورة معينة، هم لا، هم إحنا ما كنا حاسين فيهم أبدا. زين احنا ماشيين في الطريق، هم يكونوا مضبطين كاميراتهم، يصوروا ياخذوا اللي يبوه وانتهى الموضوع. كنا نلتقي في بعض الاماكن، اذا محتاجين ماي، محتاجين مساعده، محتاجين اي شيء، كانوا ياخذوا يعني الكونتنت اللي يبوه بعد ما نخلص. احنا بدينا مع بعض اول 3 ايام في صلاله، وبعدها هم رجعوا مسقط وجونا والتقينا في الجازر اخر 3 ايام. اوكي اللي هم اليوم السابع والثامن، اليوم الثامن والتاسع والعاشر. فتولدت بيننا كذا يعني علاقه واجد كذا عميقه، يعني بحكم انهم كانوا دائما معنا، المواضيع اللي كنا نتناقشها. فاخر يوم لما كنا في الجازر قررنا انه احنا نطبخ لهم غدا، مع ان احنا الاغراض اللي عندنا كذا صغيره يعني. فاحنا كنا فتره الظهر نريح في نفق ماي غراق. ايوه 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 هذه أيوة. كانت تخصصنا النفق المتعاون. ايوه هو. فكنا في واحد من النفق المتعاونه وقلنا يا شباب تعالوا احنا اليوم عازمينكم على غدا، وبالفعل وقف سياره جمعنا كنا في النفق، واتذكر سوينا لهم لحم مجفف، كنا ماخذين معنا لحم مجفف وكنوا نفس الرز بس كده معروف. فكنا مسوين لهم كنوا ولحم مجفف، وهم بالنسبة لهم هذا الشيء كان غريب، فكانوا يتغشمروا انه ايش هذا الاكل مدري ايش كده. فمحمد كان ممتلك، كان دائما لما نجلس معه يقول دائما انه اوكي اريد اسوي شيء مع زوجتي كده، صحيح ما بسوي نفس اللي قاعدين تسوون انتوا، لكن يعني انت والد غيرتوا في فكرة انه كيف يكون واحد مع زوجته وكل هذه الامور. بعد هذاك الغداء طلعنا كلنا الى المغرب، وصلنا الى مكان تخييم وصوروا بعض الكونتنت بالنسبة لهم، وكان على اساس انه ننام وصباح يطلعوا. فبعد ما صورنا جاء محمد وقال يلا شباب احنا بنطلع. شوف انا من اول يوم في هذه الرحلة انا حاسس ان الرحله هذه بتوقف لسبب. كان عندي هذاك الاحساس، بس هذا الاحساس ما سبب اني اوقف الرحله، فهم ما سبب ممكن مقنع. يصير ممكن ما يصير ما سبب مقنع يعني. زين خاصه مع كل هذيك المخاوف وايد كانت مشاعر مختلطه. اول ما قال محمد احنا بنرجع جاني نفس هذاك الشعور بقوه كذا، فمسكته بيده قلت له ما بتروحوا يعني خلاص الساعه 10 بالليل والشباب كلهم تعبانين. فقاعد يضحك قال لي انت ما تعرفنا، احنا اصلا ما نطلع الا بالليل، احنا لما يكون عندنا مشوار نجلس طول اليوم، ولما نيجي الليل نطلع لانه نحب بس السواقه في الليل. فقلت له شارع واحد وشاحنات ما ادري ايش، قال لا احنا اربعه وكل هذا الامور. فطلعوا واحنا كنا نايمين في مسجد، في المسجد في جنب غرفة، فكنا نايمين احنا في ذيك الغرفة، احنا نستغل كل شيء كنا فيه. فكنا نايمين في ذيك الغرفة. بعد ربع ساعة ندق الباب، طلعت محمد جاي مرة ثانية، يعني راح ورجع مرة ثانية، كان جايب سنيكرز، قال هذا سنيكر لوبيام، وراح. وانا قاعد اشوفه حس انه في شيء، هذه النظرة، ما حس انه في شيء. حتى لما رجعت يوم تقول ليش في، قلت لا ما ادري في شيء. عموما اليوم اللي بعده طلعنا، كنا مخططين نوصل للدقم وننام، يعني نريح يوم، اليوم الأول يوم راحة في الرحلة كاملة. حلو. فأول ما وصلنا، قبل ما وصل الدقم، أصحابي كان رقمي مغير، طبعا كنت مغير رقم تليفوني، فبعض أصحابي يعرفوه كانت تصل فيني، كنت ما أرد عليهم على أساس أني لما أوصل الفندق بكلمهم. اول ما وصلت الفندق وقمت اسوي تشيك ان وفتحت التليفون، اول ما فتحت الانستغرام شفت صورهم، شباب ابيض واسود كامل صورهم ابيض واسود محطوط كذا ثلاثه جنب بعض، فاهم؟
بعدي ما مستوعب فما مدري امس كانوا معي امس قبل ساعات كانوا معي توهم طالعين من عندي زين. فوانا الف وقاعد اشوف نفس الصوره ايات قرانيه فاهم بعدي حقيقي ما كنت مدرك ايش صار وايش ممكن يصير فاهم. في اشياء خلاص ما تقدر تستوعبها في ذيك اللحظه وهذا واحد من الاشياء اللي ما قدرت استوعبها في ذيك اللحظه. المهم بعدها اتصل فيني صاحبي كلمته قال لي اللي صار كذب هناك تعرف في الافلام لما يطلع هذيك اللقطه اللي ما تسمع شيء ما تشوف شيء حقيقي مرينا في هذيك اللحظه لانها يعني انا ما مريت في هذه اللحظه ابدا الا لما توفى ابوي لان ابوي توفى في حادث وكان مفاجئ بنفس الطريقه فاهم. ف اللحظه كانت جدا صدمه بالنسبه لنا. الناس واجد تعلقنا فيهم واجد حبيناهم كانوا جزء من هذا الشيء حقيقي كانوا مره جزء قريب جدا يعني ما كان بس طاقم يصور خلاص لا كانوا مره واجد. ف بعدها طبعا رجعنا وقفنا الرحله كنا في الدقم رجعنا قعدنا اسبوع في مسقط كان ما عارفين اسبوع هذا غريب جدا نقوم الصباح ما عارفين ايش صاير فاهم طول اليوم كذا كل واحد منا ساكت ما كنا مدركين. رحنا العزاء سلمنا على اهاليهم بس بعد في شيء ما مستوعبين صدمه هي هذاك عنصر صدمه فاهم. في ناس كثير ما يعرفوهم وتاثروا باللي صار يعني خبر وفاتهم هز كذا اعمال بشكل عام يعني زين. ما وفي ناس وايد ما كانوا رابطين انه الرحله هذه هذول الناس كانوا مع بعض فبعدها حسينا انه اوكي احنا بدينا اللي هدف وكنا اصلا طول الرحله كنا نقول انه ما تروت احنا ما بنوقف واصلا حتى محمد كل ما يجينا يقول مهما يصير هذه الرحله تكملوها فاهم. فاصلا احنا بادين لهذا المسج ما بادين لي والله تحدي رياضي واريد اسوي لا في تحدي رياضي في وايد اشياء رياضيه ممكن ترى بس هي اصلا رحله بدت لهدف بدت لي رساله فرساله لازم توصل لازم تتكمل جميل. بس لانه ما كان عندنا واجد وقت عشان نكملها رجعنا للصور اوكي وكملناها كملنا رجعنا للصور ومن صور دينا بسياكلنا لمسقط ومن صور حطيتوها لهذول الناس فاهم انه مهما صار الابداع والناس الخير ما تموت ترى حقيقي الانسان الخير ما يموت فاهم. في ناس التاريخ خلدهم مع انهم ميتين من زمان فاهم هو فيزيكلي ما موجود لكن التأثير اللي يخليه ما يموت انا مدرك لهذا الشيء ومؤمن بهذا الشيء وبالفعل احنا كملناها لانه هذه الارواح ما تموت هذه الارواح اللي عشنا معهم هذه الفترة ما ف قلت لك الرحلة شيء وايد مميز في حياتي لعدة اسباب وهذا واحد منها فاهم التغيير اللي صار النفسية اللي صارت الأبس والداون فاهم بدينا بخوف من كل حاجة بعدين استمتاع بكل حاجة بعدين حزن أعمق أنواعه فاهم. فعشان كذا هي يلها معنا وصار لها معنا معاني وايد يعني كانت بدايتها ممكن تكون أوكي رسالة للمجتمع خلاص يعني فهم لكن صارت عميقة بشكل كبير جدا في حياتنا حتى في تفاصيل حياتنا لحد الحين. فهذا قصة جميل. أنا والله كنت بتصور إنه يعني ما كنت بتصور إنه القصة بهذا العمق بهذا الكم من المعاني كان لها أبعاد كثيرة يعني الله يرحمهم إن شاء الله تغمد روحهم الجنة. في طبعا قبل سنتين بالضبط إحنا كنا في الطريق ترى قبل سنتين بالضبط احنا كنا في يعني هذا التوقيت في الطريق كيف سنتين مره بالضبط سنتين مره اخبار العنيد العنيد اخباره طيبه انا العنيد للمشاهدين ما يعرفوا العنيد هو اسم السيكل ماله او الدراجه مسمنها العنيد. فحسيت ان حتى قدست عامله كشخص ايوه معظم الاشياء في حياتي ترى كائنات يعني يعني معظم الاشياء لها اسماء واتعامل معها ككائنات ممكن يكون هذا يعني في ناس يستسخفوا هذا الموضوع لكن انا اعطي بعد اخر لهذا الشيء.
فسيكل عنيد وفي كذا في ترابط سيارة أبو غضب. أبو غضب أوكي. وش وش نوعها؟ جيم سيارة. لا هو أبو غضب يعني اشتغاله وشكله أبو غضب يعني. أوكي. إنزين عندي سكيت بورد مسمينه براق. ماكينة القهوة مالي مسمينها بركان. فهم في تفاصيل كذا في لها أبعاد أخرى عاملها ككائنات يعني. جميل جميل جميل. أنا كانت عندي نفس الفكرة بس كانت محدودة على اللي هو السيكل مالي كنت أسميه الهايزنبرغ. أوكي. هايزنبرغ اللي هذه شخصية في مسلسل The Breaking Bad. Breaking Bad. أعرف كيف. فبالنسبة لي إن سيكل جدا عادي أبو سنسلة وحدة سويت بها تحدي من السويق لأن حارب 100 كيلو. أوكي. فقلت إذا سيكل تحمل أنا بتحمل فالسيكل تحمل. فبالنسبة لي إنه تستحق هذا الاسم. فعشان كذا بالمرة كتبت العنيد هذا قد لازم نسولف. لا لا العنيد العنيد كذا يعني في 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 ربط بين. إلا إلا. إلا كيان. طبعًا. بنختم بمقولة يعني ما شاء الله حمد بنحط طبعًا حسابات تحت في الإنستغرام انتقائك للعبارات بالنسبة لي جدًا ملهم بس من أكثر العبارات اللي شدتني اللي هي إنه لذة الحياة أن تعيش لا أن تبقى على قيد الحياة. أعطينا مفهوم هذه العبارة. شوف هي أتوقع لها يعني جملة عميقة جدا تقدر تفهمها سطحيا وتقدر تروح فيها على راحتك فاهم. هي للمتلقي أن يحللها. مفهوم حمد. مفهوم هذه الجملة بالنسبة لي أنه اني باقي اني ما ميت على قيد الحياه هذا شيء ما بايدي خلاص ترى انا عايش لكن انك تكون حي هذا بايدك يعني انت تحدد فيها. في اشياء احنا مخيرين فيها واشياء مسيرين فيها بس الاشياء المخيرين فيها كبيره جدا زين وهي هذه اللي تحدد حياتك تحدد مشاعرك تحدد فهم هذاك الحياه اللي داخلك هذيك النار اللي تشتعل فيك انت تتحكم فيها. فبالنسبه لي هذا شيء اذا ما انت قررت انك تكون حي بتكون بس مجرد مثل باقي الاشياء اللي على قيد الحياه. جميل 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 جدا. كلمه اخيره للمتابعين جلسه كرك. انا صاير الفتره الماضيه لما اتكلم اعطي ايحاء للناس انها نوعا ما تسوي نفس اللي انا اسويه وهذا شيء خاطئ. انا ما اريد الناس تسوي نفس اللي انا اسويه. اريد الناس لانه واحد من الاشياء اللي بعالجها هو النمطيه فاهم القوالب. فاذا اني اقول للناس او بطريقه او باخرى اوصل صوره للناس اللي انا قاعد اسويه هو الصح هو الكول هو افضل شيء في الحياه فالناس بتصير نسخ من حمد او تحاول تصير نسخ من حمد بطريقه او باخرى وهذا الشيء ما اريده تماما. ممكن اللي اسويه انا مقنع للبعض ممكن غريب للبعض وهذا الشيء منطقي احنا مختلفين وجمالنا هو اصلا في هذا الاختلاف فاهم. انا اتصالحت مع نفسي او في طريق تصالح مع النفس اني الاقي نفسي ما عشان اكون هذاك الغريب اللي يجذب الناس بأفكاره الجديدة لا بس لأني أنا كذا فاهم. فاللي أريده حقيقي اللي أريده وصله أن الواحد يسوي اللي هو يبغى يحترم العادات والتقاليد وما حوله زين ويسوي اللي يريده فاهم. إذا ما يعرف وش يريد يجرب في وايد أشياء في خاصة هذه المرحلة من حياتنا واجد قاعدين نسوق للشغف الشغف سوى الشغف بس في ناس ما تعرف الشغف ما شيء مجهول تلاقيه وخلاص تعيش سعيد لا شيء تصنعه الشغف ينصنع وعشان ينصنع لازم تجرب أشياء وايد في الحياة ممكن أشياء بتعجبك وأشياء ما بتعجبك لكن إذا ما تعرف لا تقول والله أنا ما عندي شيء يعجبني في الحياة وتم قاعد جرب بعدين بتعرف إيش الأشياء اللي تنفع لك فهم. فهذا بالنسبة لي ممكن يكون وظيفة ممكن يكون هواية ممكن يكون شغفك أهلك ممكن يكون أي حاجة بس جرب فهم جرب. والشيء الثاني اللي حقيقة أريد أقوله في هذه الفترة اللي قاعدين نعيشها
ما في وظائف واجد، في اشياء واجد ما قاعده تمشي مثل ما الناس تريد. التذمر صار بشكل كبير. اسهل شيء اني اتذمر، يا اخي الاضاءه ما حلو، يا اخي المايك ما اوكي، يا اخي الكاميرا ما اوكي، هذا اسهل شيء. صحيح، اسهل شيء تسويه انك بس تلوم اي حد. اصعب حاجه انك تقول اوكي انا وش ممكن اسوي عشان اشتغل بهذا المايك، انا وش ممكن اسوي عشان تصير حياتي افضل، لدرجه اني وصلتها لاشياء. اوكي مثلا البترول ارتفع قيمته، البترول ارتفع قيمته، ممكن اتذمر واقول يا عم البترول ارتفع قيمته رواتب نفسه، ممكن اقول اوكي انا وش ممكن اسوي، ممكن اقلل مشاويري، ممكن ادخل فلوس اكثر، فاهم؟ بس بمجرد ما تحط هذا الفكر اشياء وايد بتغير حياتك، فاهم؟ لانك رهيب رهيب. لانه السعاده لها عناصر، واحد مهم من عناصرها المثبته علميا هو شعورك بالتحكم التام في حياتك، الكنترول، اني متحكم بكل شيء حياتي تخليك سعيد. في ناس مزارع ما عنده ولا شيء لكن هو متحكم بكل شيء سعيد، فاهم؟ فهذه التذمر اقصى دليل انك انت ما متحكم في حياتك، فاهم؟ مديري اللي ما رقاني، البترول ارتفع، مدري اشياء، انت كانك بس تلقيها على كل الباقي. في حين لما تقلب الصوره وتقول لا انا ايش ممكن اسوي عشان اعدل هذا الموضوع، بتغير اشياء وايد في حياتك. اكيد، أيوة، بتغير اشياء حقيقيه وايد في حياتك. بتغير كيف انت تحس، كيف تشعر، كيف تحترم نفسك، كيف تقدر وقتك. فبس هذا اللي اريد اقوله، يعني هذا كل اللي عندي. حمد العمري، شكرا على تلبيه الدعوه. بالعكس، انا سعيد جدا بهذه الجلسه، بهذا الحوار. بالعكس، نحن اسعد. انا بالنسبه لي يعني كنت متوقع ان الحلقه بتروح يعني لمنحنى جميل، صارت لمنحنى رهيب. الله يسلمك. فشكرا على انك لبيت الدعوه. حسابات حمد اذا تريد تتواصل معه بنحطها تحت. اي تعليقات، اي نقد ايجابي، اي اقتراحات، حطوه في مكان التعليقات. لايك، شير، سبسكرايب، ونشوفكم ان شاء الله على خير. مع السلامه. جلست كرك، حوار مشترك بين الشبل والهناء، يركز معنا واستفيد. الحبيب تابع معنا كل جديد، بودكاست بدون تصنع وتقليد. بودكاست بودكاست بودكاست، لا 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 لا، بودكاست بودكاست بودكاست، لا لا لا.